specialty certification courses pilates group fitness training و mindfulness جددت كمان تخصصيه رح اخبركم عنهم اللي فعليا كمان في منهم accredited وبيساعدوكم تفتحوا خط جديد بمجال العمل بالليئه البدنيه شو البيلاتس البيلاتس هو طريقه تمرين اخترعها جوزف بيلاتس من فتره طويله مؤلفه من 34 حركه اساسيه التركيز كتير هو على منطقه الوسط الكور من له اللي كمان بيساعد الاشخاص يكون عندهم هي المنطقه قويه ويحموا من اوجاع الظهر من هيك كتير عالم بيعملوا بيلاتس ليحموا حالهم من اوجاع الظهر اجمالا كل نادي بده يكون عنده صف بيلاتس، سو so, كثير شغله عالميه ومهمه. ال 34 حركه بدنا نتعلم بالدوره كيف نعلمها لحدا مبتدئ، لحدا صار له فتره عم يتمرن ولحدا صار ادفانس متقدم باللياقه البدنيه. كل حدا بيقدر يعمل حركه بشكل مختلف، هيك الكل بيقدر يشاركوا بالصف، بس كمان البيلاتس سيرتيفيكيشن منا بس للي بده يعلم المجموعه، ممكن تكون لاشخاص عم يعطوها برايفت personal training بيلاتس تمرين شخصي سو بكون عندكم حدا وبدهم يتمرنوا بيلاتس هون بصير فيكم تتمرنوا بدقه اكثر تقدروا تعرفوا اذا عن جد الظهر كيف عم يتحرك العضلات اللي مطلوب ديب ماسلز العضلات اللي جوا الغمقين هل هن عم يستعملوا صح سو كمان في اشخاص بياخذوها ليعطوا one on one تدريب شخصي توزيع الدوره مقسم لاجزاء في عنا اكيد جزء العظم والعضل والفيزيولوجي تبع الجسم هو لازم ينعرفوا لانه بالربس البيلاتس هي بتعتبر المستوى الرابع وحسب اي دوله عم تاخذوا فيها البيلاتس كمان بتسجلوا باليورو اوكي وبتاخذوا شهاده من اليورو كبيلاتس انستراكتور فبنبلش بالجزء اللي مطلوب كمان من الربس اكيد الفزء العلمي من بعد الجزء العلمي بيرجع بعدين بنلتقي على الزوم يعني عندنا السلف ستادي بيجيكم رابط تحضروه على وقتكم تدرسوه على وقتكم بنرجع بنلتقي على الزوم لنتاكد انه عارفين كيف تدرسوا عارفين شو لازم تحفظوا بنخبركم ليه بدكن تحفظوهم لانه بعدين حنبلش نطبقهم بالتمرين وبيرجع بعدين كمان بيجيكم رابط اكثر وكمان بنرجع بنلتقي بنقلكم كيف تدرسوا للامتحان وشو جاي بالاسابيع اللي جايه بعدين ببلش اللقاء بصير لايف بالجيم لايف بالجيم هون بيجي التطبيق ال 34 حركه بتعرفون كلهم بثلاث مستويات ساعتها بتتعلموا كل وحده كيف تعلموها ونتاكد انه التكنيك عم بينعمل صح لانه اذا بدكم تعلموا شيء لازم تكونوا قادرين تعملوه ومن بعد اخر شيء اكيد بيجي الامتحان في عندكم امتحان نهائي وفي امتحان بنص الدورة للمعلومات العلمية والاشياء اللي بنقلكم تحفظوها بس كمان اخر شيء بيجي امتحان التطبيقي تقدروا تعلموا صف بيلاتس مركب من البداية للنهاية مع كل الاشياء اللي تعلمتوها ما تعتلوا هم بكل مرحلة بنكون عم نقلكم كيف تحضروا للمرحلة اللي بعدها لتقدروا تخلصوا كل هالبروسس وحسب بأي دولة عم تاخذوا تقدروا تتسجلوا باليورو بريبس كبيلاتس انستراكتور جروب فتنس تريننج اللي هي فعليا التمرين المجموعة عن الموسيقى فكيف نمرن المجموعة بس بدنا نمرن مجموعة غير التمرين الشخصي التمرين الشخصي نحن عم نمرن شخص واحد سو so اذا كان في عنده مشكلة او حس بوجع دغري فينا نوقف ونلاقي الحل بس من يكون في مجموعة عم نمرنها بنفس الوقت ورغم زيادة عن هيك يكون في موسيقى بطل في مجال للحكي شخص مع شخص فاذا من هيك حاله بدنا ننتبه في حركات وتمارين للمجموعه ما فينا نعملها اذا بدنا نعدل فيها كيف بنعملها اذا ما نستعمل الموسيقى كيف توزيع الجمله الموسيقيه وامتين لازم نكون عم نحكي وامتين لازم نبلش بقلب الحركه وحتى ما يجي صوتنا مع الموسيقى واذا عم نستعمل مايكروفون كيف نحن لازم نحكي مع الميكروفون حتى ما يكون عم نصرخ بقلب الميكروفون واذا تعطل الميكروفون وبطل ماشي كيف بدنا ما نستعمل صوتنا بشكل ما تجرح الحنجره لانه في كتير عالم بيصير عندن اصابات بالحنجره من كترة التعليم كيف بدنا نحضر الصف كامل بالتحمايه بت تمارين الكارديو للنفس، بيت العضل ماسل تونينج واكيد بالسترتشنج تمارين الليونه وكمان نجمعهم مع بعض وبآخر شيء نقدر كمان نشجع الأشخاص يكونوا عم بيتابعوا حسب اللياقة البدنية اللي عندهم. بس تخلصوا هيدي الدورة كمان مقسمة مثل البيلاتس لجزء اونلاين اللي هي بندرس جسم الإنسان والمعلومات العلمية بس كمان جزء تطبيقي اللي هي نعرف كيف نستعمل حركات والتمارين والموسيقى والاشارات بالتعليم ونطلع بالطاقة وننزل بالطاقة ونعرف امتين بدنا نحكي لحتى الاشخاص يلحقوا معنا ويقدروا يتابعوا وياخذوا النتيجة، وبتتعلموا كمان لما بدكم تركبوا كوريوغرافي، كوريوغرافي يعني مجموعة حركات بشكل تساعدوا الاشخاص يحفظوهم ليعملوهم ورا بعض. باي طريقه منفكر وبنركب لنحفز العالم اللي عم يعملوا معنا يقدروا يلحقوا معنا وكيف نصعب الصف ونسهله خاصه بس يكون عندنا عده مستويات ناس مبتدئين وبنفس الوقت ناس زمان بيعملوا كيف نعلم الاثنين لحتى الكل يكون عم بيتابعوا ومبسوطين كلهم هوا بتتعلمون بالجروب فتنس تريننج واكيد في امتحان خطي وبالاخر كمان في امتحان تطبيقي اللي هو نعلم الصف مثل ما حكينا قبل وهيدا كمان حسب البلد عم تاخدوا فيها بكون اكريديتد من اليورو بريبس وبس تخلصوا بيتسجل اسمكم باليورو بريبس كجروب فتنس تريننج هيدا بيعتبر المستوى الثالث وكمان بالامارات كمان بيعتبر كاتيجوري مختلفه اوكي بالنسبه للمايندفولنس المايندفولنس تمرين للفكر شو هو المايندفولنس؟ بنسمع هلا كتير انه مستوى الستريس عالي بالعالم واشخاص كثير عندهم مشاكل تشنجات وجع مايجرين وجع معده بيروحوا عند الحكيم بيقول لهم كثره الستريس لازم تخففوا الستريس بيروحوا عند المدربين ليخففوا الستريس بس مش كل رياضه بتخفف الستريس ايام الرياضه القويه كتير وشخص ما عنده اللياقه الكافيه بتكون ستريس فوق الستريس وإذا حلينا القصة إنه كل ما نحس بستريس نظهر الطاقة بالرياضة شغلة كثير منيحة بس ما بنكون حلينا المصدر الاساسي تبع الضغوطات اليوميه فهون بدنا نفهم الدماغ كيف بيشتغل نفهم بسموه المونكي برين اللي بيضل ينط من فكره لفكره معظم الوقت الدماغ يا عم يعني بفكر بالماضي ومنا عم بيعمل بروجكشن للمستقبل سو عم اللي بيعرفه من الماضي للمستقبل قليل ليكون بالوقت الحالي سو so, نحن لما نقول ذا باور اوف ناو انه نكون هلا موجودين بهيدي اللحظه لحتى نروق وتطلع الطاقه عنا الى تمارين كيف حدا بده يكبر عضله البايسبس في لها تمارين واوزان وعدد ريبيتيشن في تمارين نفس الشيء للدماغ والحلو انه هلا صارت موسعه علميا صاروا يحطوا ويشوفوا شو عم بيصير بالدماغ والاشخاص اللي عملوا هالتمارين شو تغير بالدماغ وبلاقوا انه جزء الاميجدلا تبع الستريس عم يصغر والجزء الثاني تبع المايندفولنس عم بيتحسن وعم يكبر سو النتائج مثبته علميا مقسمه هاي الدوره لجزئين جزء ورك شوب اللي هو مثل ورشه عمل بس تجربوا فيها انواع المايندفولنس المايندفول ايتينج الاكل مايندفول ووكينج المشي مايندفول واشينج وو... عدة أنواع لحتى تعرفوا شو هو المايندفولنس جربوا تطبقوه على حالكم وإذا حبيتوا هالشي واستمريتوا فيه ساعتها بتكونوا جاهزين لتدخلوا بالمايندفولنس سيرتيفيكيشن اللي هي الدورة اللي بتأهلكم تصيروا تعلموا العالم تمارين المايندفولنس كيف تحكوا كيف تستعملوا الصوت شو الكلمات شو الاشياء اللي بدهم يفهموها علميا عن الدماغ وعن جسم الانسان لحتى يعرفوا يفهموا شو عم بيصير قبل ما يبلشوا بالتطبيق لانه النتائج بهيك تمارين ما بناخذها دغري بلحظتها مش اذا الشخص دغري جرب يعمل بيسترخي باول مرحله بالعكس الدماغ بصير ينط اكثر من فكره لفكره بس من نفهم علميا لوين رايحين ونشوف الدراسات والبرهنة انه هيدا الشيء بفيد بيعرفوا الاشخاص اذا استمروا لوين بيوصلوا ساعتها فيكم تساعدوهم وتكونوا عم بتدربوا الاشخاص Mindful Training لحتى تكونوا عم بتخففوا لهم بالستريس ويصير عندهم نوعيه الحياه افضل. فاذا بيهموكم هول المواضيع اكيد بنشوفكم بالcertification courses يا Pilates يا جروب Fitness Training او Mindfulness روعه. <applause>